خلاص انتهت اجازه العيد بالنسبه لناس كتيره. طبعا احنا كنا موجودين مع حضراتكم في العيد، لكن ناس كتيره كانت واخده اجازه في العيد. طبعا بالنسبه للحكومه وبعض الشركات في القطاع الخاص خدوا اجازه لحد امبارح، فالنهارده اول يوم عمل بالنسبه لهم. الموضوع بيكون صعب لانك بتبقى دخلت في مود بتاع الاجازه من الوقفه بقى للعيد ويومين كمان بعد العيد، فانت مريح وبتعمل كل اللي انت عايزه، بتسهر براحتك، بتخرج، بتتقابل بقى مع الاهل والاسره والصحاب وبتسهروا يعني في اجواء العيد يعني. فجأة كده بدون مقدمات انت هتنام النهارده عشان تاني يوم الصبح هتنزل تروح شغل، الموضوع بيبقى صعب جدا. بس هي صعوبته نفسيه، لان هي نفس المهام اللي انت كنت بتعملها قبل العيد، هي نفس المهام اللي انت هتعملها بعد اجازه العيد. لكن انت المفروض تتدرج يعني تدرج المهام بتاعتك، ما تدخلش مره واحده. يعني اليوم اللي قبل الاخير معانا بيبقى صعب قوي يا جماعه على فكره، صعب ان انا اخد يوم من الاجازه وبدنيه. دي قصه ثانيه يعني، صعب ان انا اخد يوم من الاجازه عشان ابتدي انا يعني مثلا النهارده اجازه انام بدري شويه وبكره اجازه، لا ده صعب لان هي الاجازه كام يوم اصلا. فهم خبراء علم النفس يقول لك ايه، حاول تاهل نفسك تدريجيا للعوده للعمل، تقسم المهام بتاعتك بعد الشغل. طبعا تجمع المهام وتقسمها وبعد كده تروح قافل عليها وداخل نايم. طبعا يعني تقسمها حسب الاولويات وكده. يعني احنا بالنسبه لنا مثلا احنا موجودين اهو، يعني احنا لا مش اول حاجه عملناها بعد العيد، احنا موجودين مع حضراتكم طول ايام العيد المبارك. الحقيقه احنا كنا سعداء جدا ان احنا بنشارككم وبنصاحبكم في ايام العيد. لكن اعتقد الناس اللي بتبقى بالنسبه لها اول يوم شغل ده بيبقى صعب جدا، يعني خلاص احنا اتعودنا على، وبعدين الاجازه كمان لما تكون طويله شويه بنبقى خلاص احنا نفسيا خدنا الاجازه، متعودين خلاص نصحى بقى متاخر، نصحى براحتنا. الناس اللي سافرت، الناس اللي كانت على طول متجمعه مع اسرها، الناس اللي كانت بتنزل مثلا، اللي حب يروح يشوف فيلم مثلا في السينما، اللي حب يعمل اي حاجه، خلاص هو خد على الجو بتاع الاجازه الشاذ دي. وما تفهمش احنا بناخد على الاجازه بسرعه، يعني احنا ما بنعرفش ناخد على ايام الشغل ومواعيد الشغل بسرعه، بس بناخد على الاجازه بسرعه. سبحان الله، مفيش التزامات، مفيش اي حاجه. بالظبط. فاعتقد في ناس كتير قوي النهارده او من امبارح بالليل ابتدت تحس بانه يا نهار ابيض احنا عندنا شغل، واحنا كنا بنصحى امتى، وكنا بننام امتى، وكنا بنعمل ايه، وكنا بناكل امتى. في ناس فعلا ابتدت تتلخبط، هو ايه اللي حصل؟ يعني احنا كنا فين الاسبوع ده وايه اللي حصل في حياتنا؟ طبعا انت بالنسبه لك انت برضو متهيألي ما كنت موجود في العيد، بس يعني اقصد ان الاجازه ما بتطولش عندنا قوي، يعني يوم يومين وبنرجع تاني نكمل، فما بنحسش نفس الاحساس اللي عند حضراتكم. يعني احنا بنحسدكم غالبا، احنا غالبا بنحسدكم يعني على الاحساس اللي انتوا خدتوه في العيد. لكن دلوقتي الحمد لله مبسوطين. انتوا دلوقتي اللي متضايقين بقى ان انتوا نازلين بعد اجازه طويله، الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن زي ما قلت لحضراتكم الموضوع بيبقى نفسي، لان هي نفس المهام، نفس طبيعه شغلك، نفس حياتك. بس لو تغير في روتين حياتك شويه بعد ما رجعت من الاجازه، اعتقد ده ممكن يخفف عليك شويه من الضغط والحمل اللي بيبقى موجود في اول ايام. هو بس يعني ايه، زي ما كنا اطفال صغيرين كده وانت رايح المدرسه، هو اول يوم، هو تاني يوم، اول ما بتعدي اول اسبوع خلاص انت اتحطيت على التراك. فهو بس ايه، هنزق مع بعض اول يوم، اول يومين، والدنيا هتمشي بعد كده. اول حاجه بتعملوها ايه بقى بعد نهايه اجازه العيد؟ بس فيها الجانب الاخر بقى يا شاذلي، مثلا في ناس كلت كتير قوي مثلا خلال الاجازه او في العيد، بما ان احنا عيد الفته زي ما بنقول كده عليه، في ناس بقى نسيت خالص موضوع الدايت والجيم اللي بيلعب رياضه، وقالوا اول حاجه هنعملها بعد العيد ان احنا هنبتدي تاني مره تانيه بقى ناخد بالنا من الاكل، وبنبتدي مره تانيه ننتظم في الرياضه. وبيبقى ده اصعب الحقيقه من انت ترجع الشغل، بيبقى الموضوع اصعب. مش بعد العيد على طول برضه يا جماعه؟ لا، ما هو اصل اسبوع، يعني اسبوع ده على فكره كتير في اللي محافظ على وزنه واللي محافظ على الرياضه، اسبوع ده كتير. يعني انا عارفه ان انا بتكلم معاك في روكيت ساينس، يعني حاجه صعبه، بس الناس اللي متعوده بيبقى بالنسبه لها صعب. ايوه طبعا بيبقى بالنسبه لهم صعب، بس ناخدها تدريجيا برضه، يعني لان هو هيبقى صعب جدا ان انت النهارده بتاكل فته ولحمه وتاني يوم على طول عامل دايت. يعني بس انا سعيده ان انت بتنصحهم، لانه يعني نصيحتك كمان عن تجربه. شاذلي طبعا من الناس اللي بتحافظ على اكلها الحمد لله بشكل كبير، يعني بتحافظ اللي انت كلها عايزاه، بتحافظ على النقطه دي في اكلها. طبيعي يا جماعه، عيد وفته ولحمه، اكيد كل الناس عملت كده مش انا بس، يعني كل الناس كانت عايشه على الفته واللحمه اليومين اللي فاتوا. صح، بس على اي حال يعني المفروض ان احنا بعد ما نرجع من الاجازه اعتقد ان احنا نحاول نظبط ايامنا ونظبط اوقات نومنا ونظبط تاني مره اكلنا، بما ان احنا داخلين خلاص على ايام منبه كمان الصيف عشان فيها خصومات تاني يوم مثلا. بس يعني بنناشد يا جماعه الاتش ار، معلش اول يومين بس نحاول ندي سبيس للموظفين اللي راجعين الشغل، عشان لسه ما بنبقاش مجمعين. يعني حتى لو ظبطنا المنبه في ساعه بيولوجيه بتتحكم فينا،
فنحاول على قد ما نقدر نديهم. حلوه حلوه النقطه دي صح والله. اضم صوتي لصوتك فعلا. شكرا. فنحاول بس يعني ايه ان احنا نديهم عذرهم يعني. مش لدرجه كبيره، مش هنديه مساحه كبيره برضو يا جماعه يعني ما تروحش الساعه 1 الظهر يعني الساعه البيولوجيه والمنبه ما تحرجوناش يعني يا جماعه. خلينا منطقيين يعني، مثلا ربع ساعه مش هيجرى حاجه، نص ساعه بس مش هنقولها اوكي يعني، على قد ما نقدر. بس بعد كده خلاص يعني نحاول نظبط بقى على قد ما نقدر، ونظبط المنبه كده زي ما شاذلي قال، ونظبط كمان طريقه اكلنا ونظام اكلنا، ونرجع بقى تاني لايام الشغل العاديه. طبعا بالنسبه للطلاب، الناس واخدين اجازه بقى، دول اجازتهم مكمله، ملناش دعوه بيهم، احنا بنتكلم على الموظفين. طيب ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك. هتعمل ايه اول حاجه بعد اجازه العيد؟ هتنظم امورك ازاي؟ طبعا في انتظار تفاعلكم باستمرار عشان نستعرض اجاباتكم خلال حلقه النهارده. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم، وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.